Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr, and you are watching Hanifa Online Quran Academy. In this class, inshaAllah Azza wa Jal, we will learn Suratul Fil. First, I will read word by word, then, after that, I will read the whole Surah. Let us start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفيل سورة الفيل مكية مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى ألم ترى كيف فعل كيف فعل ربك ربك بأصحاب الفيل فيل ألم يجعل ألم يجعل كيدهم كيدهم في تضليل في تضليل وأرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا طيرا أبابيل أبابيل ترميهم ترميهم بحجارة بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول.